تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رسالة خطية نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية الشقيقة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد وزير الشؤون الخارجيه والتعاون مبعوث فخامه رئيس الجمهوريه الموريتانيه الشقيقه، حيث نقل معاليه تحيات فخامه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الى اخيه حضره صاحب الجلاله عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمنيات فخامته لمملكه البحرين ولشعبها المزيد من التقدم والازدهار. خلال اللقاء رحب سموه بمعالي السيد ولد الشيخ مؤكدا سموه على اهميه مواصله العمل لتعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الموريتانية الشقيقة والدفع بتلك العلاقات نحو مزيد من العمل والتعاون المشترك. وأبلغ سموه معالي السيد ولد الشيخ بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس الموريتاني وتمنيات جلالته للجمهورية الموريتانية الشقيقة دوام التقدم والنماء، منوها سموه بما يربط بين البلدين الشقيقين من تعاون في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. من جانبه أعرب معالي السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون مبعوث فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الموريتانية.